بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، نحبكم في الله. أنا جيو صاحبكي عبد الرحمن محمود حسن، هنعاود إن لو ذاك دورنا مناسبة آت كأوين عيدة، مدام لعلكم تشكرون إلهي وقرآن كيس كويلي سبحانه وتعالى. مناسبات كانوا كالإله إن لو شكرينا أي واجب تهي يندون يا إنا وحير أو رئيسي أن كقاضو عبد الرحمن محموش حسن أبو طلحة. عبد الرحمن ورتكسو لغو برنامج كان عصوب اللايف كأ إن أبو طلق اللي عيدة خير كبدا إن شاء الله. قرآنك وحكوس أرارتي لعلكم تشكرون كارهان مالمهان كجر هيدا بضم بإلهي كشيك سبحانه وتعالى. سؤاشك وغض حيتها قفك إلهي سبحانه وتعالى حصة وفضل آد يآدوين إلهي نؤنو وسقنا حصي إلهي أرنك محكير سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جزاك الله خيرا آيدها وآيد آذوين إلهي أنوات الأمية. الله سبحانه وتعالى وحنوات الأمية تدك حلاشة عنا ألا كيلقين عابدة إنا يتهي النعمة وين ويمضنتها إنا إلهي كشكر النغان أرنك إلهي محكيه سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأرن أيضا آذي آذو ورنتي أو آذو قيام بضان بشامة بالآذو خير بضان شهر رمضان أيا ليلة هذا الله سبحانه وتعالى لحظة أي قرآنك سودتي هنون إيه هداينا وأوكي لقرآنك سيدا دراد قفك إلهي سبحانه وتعالى قل ما يسر بش رمضان إلهي نوينيه أرن كاسي وأرن مضان إلا وشكر يبو الليلي حو ألك إلى أرنك أيضا. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عبد الرحمن الله سبحانه وتعالى والرحمن ورحيم ومن أدومدي سألنا حريستا من أدوني ومن أجعل إلهي إنو أدومدي سأعذابه أما أعقابه أرنك ألم حكير سبحانه وتعالى. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى قرير إنه أقرقاره عدو قدنا وقعن تسركسيه قوشنا أوسي إيا النصرقة وأرن آده آدوين غزوة سورة الأنفال الله أكغشيكي الله محكيري. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. جزاك الله خيرا ولعلكم تشكرون. ما دام الأهيدان دضير وإله سبحانه وتعالى وقعنت سركسي ولا آدي آد أفر أبدا. عبد الرحمن إن أد وددت توسن أد قادو وإلهي أوكوا فتشيو نبي يدي هوري وددو دي إلهي موينا عدك لآدن السجود أد أركوين أرن كاسي وأرن آد أوين شكرين تيدنا موضان إلهي محكير. قال تعالى حكاية عن نبينا يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إلهي أنا قد لك هو ربي مرول بكو شكري سبحانه وتعالى أرنك لي الله سبحانه وتعالى وحنو الشيغي مرول بقو لغو شكري إنو أدونك أزيادين أيو عمر ديرسين أيو عبادة ونكسنسين أيو أولاد ونكسنسين أيو أرزاق دو ونكسنسين أيو حديث صلى الله كفريو ألا إنه يهمتك أدومدي سكفلاً كأضب عذابه أرن كاسي أسوى الله كشاكين المعير. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلهي هنقبت بادي عذاب كاكلول هنا نقلقه كوى الله كشكريا سبحانه وتعالى adiga seed ku dhalatay aniga seen ku dhashay rixim hooyo ayaan ku jiray 9 bilood markaasan banaanka u soo baxnay anagoon waxba garanaynin ilaahay wuxuu na siiyay dhaga aan wax ku maqalo sida dadkana dhageysanayaa hadda ay u maqlayaan codkeena wuxuu alla na siiyay in aan wax ku aragno wuxuu alla na siiyay qalbi aan wax ku weeleeno arinkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay shukrin iyo mahadnaq. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين كو إلهي كشكريا آيات كان أمر كوضقات إلهي النقدر سبحانه وتعالى وحن أقنهي إلهي إنو النبي إبراهيم سبحانه وتعالى كتل مامي إنو أسوي يهي سبحانه وتعالى إنو يهي كلجي حق عقيدة ده إنو كتو سيهي أيو الله نوتل عمي سبحانه وتعالى هذا وقفك كلجي ملغو مقعابي كرا أمطبا محوال لك إلهي سبحانه وتعالى. قال تعالى حكاية عن نبينا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. جزاك الله خيرا هبينك يا مارنتا إصدبا مريا كالدوان مجدئي إفتين لبضبا متكالئي تفسير كالئ هبينك يا مالينتو الله وحولي هاي تشانس كهبينك هادو كضافو والعباده دي اي كضافتو وحد حق ولا يضحي اما تشانس وهيستا الى هبينك العباده دي لتمادو سو الهي فرصه دا نسينيا محو لك الى سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. شكورا الله سبحانه وتعالى هنقلقه كو إلهي كشكر يا سبحانه وتعالى قس آذي آذو دير أي نبي الله سليمان ألكا قوى الرمي قبلي بلقيس لديه جري عرش قادي وحكمت بضان باكو شرتقي سداس أيضا
أخيرا يا جب جبدي مركي عرش يقيل لك يعني إلهي محوك تلمامي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم سمركو النعمة أؤركي محوري. قال تعالى حكاية عن نبينا سليمان عليه السلام: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جنانت كبرنامج كان أن أبو مقعد الرأي لعلكم تشكرون أنا يا عبد الرحمن أنا وطلق اللي إنا عيدا بركي سنة أن دتك كلقي بسن له وحنكسو قبيننا بإذن الله تبارك وتعالى نعم وين بو الله كتل ماما إيه وحل وشكريو والدك ككوبا آبئي هويو قارهان هو يدا يقابك أي إلمها أؤو ريستي أرنكاسي ولغا شكرنا ايو لغا مهضنق يا ربي محيي سبحانه وتعالى. قال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وقال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلا إن نقدرك وحقوق والد كودكته كو شكري رب العزة تبارك وتعالى لقدتوا بعد أقبلوا إلهي أصو النغضة سبحانه وجل وعلا. أيها الأحبة في الله برنامج كيني أن أشكر لي ونعاو أغوطة لقلي إنا إذن كلاوة ذاكسن إذن كلا قيب قادنو أما أن إذن كلا قيب قادنو أما إذن لو ذاكنو أنقو إذن كلا صحاد لإن ودك مصر حافظ الرحاب أني عبد الرحمن أدبض ما صنت عبد الرحمن نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.